الأخ محمد الكمالات، رئيس لجنة أولياء الأمور في مدرسة عمر بن الخطاب في مدينة رات. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعلنتم اليوم إضراب في المدرسة وقمتم يعني بعدم قبول الطلاب هنا، بناء على ماذا؟ بناء على ضائقة الصفوف وضائقة في المدرسة. كنا في البلدية فمن شهر 4 على قصة أن عندنا ضائقة الصفوف وعندنا مشكلة في الصفوف. كل مره يوعدونا ان يجي يصلحوا ويجي يسووا ويجي يكبروا، ما في من هذا. الضائقه بسبب زياده الطلاب كل سنه. زياده الطلاب كل سنه، والبلديه عارفينها وعارفين المشكله، وكنا في لجنه التربيه والتعليم وقعدنا وزاره المعارف. وقالوا انهم يجوا يسووا لنا صفوف ويزيدوا الصفوف. نعم. واخر جلسه مع رئيس البلديه واعضاء البلديه انهم لازم يسوون صفوف. اوعدوا ببناء صفوف. ما كملوا الوعد. متى كان هذا الوعد؟ كان في قبل 3 أسابيع مع رئيس البلديه ومع سامي ابو الصيبان اللي كان مسؤول عن الهندسه تبعت البلديه. نعم. وقعدنا مع فيصل ومع جمال الهزيل على الشيء تبع ضائقه الصفوف، وكانوا لازم يجوا يسوون 3 صفوف من 6 صفوف. نعم. ولليوم لا حدا اجى ولا حدا سوى ولا رايحين. طيب إدارة المدرسة ايش موقفها من هذا الموضوع؟ إدارة المدرسة كانوا معنا وكنا في البلدية مع بعض ومشينا وجينا. إدارة المدرسة يعني جاهدت ان نحل الامور، بس ما في المعلمين حتى في الصف. في معاناة من المعلمين لانهم لا يكونوا مع الطلاب ان يعلموهم زي ما هم. طيب شو رسالتكم من هذا الإضراب؟ رسالتنا يجوا البلدية يجدوا لنا 3 صفوف وخلوا أولادنا يتعلموا زي كل الطلاب الفرحة. نعم. حسب رأيك أنه سلاح الإضراب هذا راح يجيب نتيجة من البلدية؟ والله إحنا ما بدنا الإضراب. أما البلدية فرض عليكم الإضراب. فرضت علينا الإضراب. نعم. شو بتحب توصل رسالة لأهالي الطلاب؟ أوصل أهالي الطلاب يكونوا معنا في الإضراب ويجوا للمدرسة ونمشي للبلدية يساعدونا أن نحصل أن أولادنا يتعلموا في سلام زي كل مدينة راح تتعلموا في سلام. شكرا جزيلا. عفو.